المختفي عن لقاء اليوم هو وفلافيو، الاثنين الاجانب الحقيقه او الاثنين اللاعبين الغير مصريين في تشكيله النادي الاهلي النهارده خارج الفورمه، وتروح لفلافيو وفلافيو يا ولد يا ولد لسه بيقول خارج الفورمه، اول كوره يعود للفورمه يا فلافيو، الله يا فلافيو يطلق دانا فلافيو من خارج منطقه الجزاء ويحط كرة على طول تسقط في الزاوية الشمال، يا 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 عجمال يا عجمال، أول مرة يتصرف فلافيو في الشوط الأولاني. قلت لحضراتكم ما عندوش الابتكار، ما مش بيفكر قبل ما تجيله الكورة، ما عندوش القدرة على إنه يفكر قبل ما يجيله الكورة، هنا واخد القرار وعمل زي مباراة الترسانة، مباراة النادي الأهلي ونادي الترسانة اللي كانت في بطولة الدوري على ما أذكر إنها كانت في الأسبوع رقم 22 للدوري، جاب كورة من نفس الحتة دي بس كانت في المرمى اللي الناحية